خطرت على الناس القصيدة بعد صمت باذخ، خرجت إلى اللاوقت، أصبح وقتها كل النهار إذا أراد الناس أو كل المساء إذا أرادوا، لكنها اصطدمت بأول قارئ. أمقبرة هذه أم مدينة؟ لا ماء فيها ولا خبز، لا دفء. يا وحدها، لم يعد أحد يتذكرها أو يراها بعد أن دخلت زمن المحرقة. آه صنعاء، يا بيتنا وحديقتنا، هل شهدت زمانا كهذا يخاف به الظل من ظله والقصيدة من صوتها وتفر الشوارع من بعضها؟ زمنا تتلوى عقاربه، تتكسر تحت سياط المجاعة والفتنة المخجلة، تتساءل آكامها والجبال المطلة، ما للشوارع خالية والشبابيك مقفلة والأذان تجمد فوق المآذن. ما هكذا هي صنعاء، تلك التي كان لابد منها وإن أرهقت عاشقيها وطال إليها السفر. تحت قصف المجاعة ترقد صنعاء مبعثرة، تتسول خبزا لأحفادها وحفيداتها. أغلق الشرق أبوابه، أغلق الغرب أبوابه. يا إله السماوات، لم يبق يا سيدي مشرعا غير بابك، باب السماء.